أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، واجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وتكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب منهاج الطالبين إلى جنة رب العالمين للإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وقرأنا في الدرس السابق أو الدروس السابقة أن الجنة طريقها صعب، كيف تصل إلى الجنة، وأنه هناك عوائق كثيرة تمنع الإنسان من الوصول إلى الجنة بسهولة، كالعدم الفراغ والشغل الكثير والعمر القصير وفي العمل تقصير والناقد بصير والأجل قريب والسفر بعيد والطاعة هي الزاد فلا بد منها وهي فائتة لا مرد لها. وقال أيضا أن في الطريق عقبات، في كل عقبة يتخلف كثير من الناس. قال وقد عز القاصدين من القاصدين من يسلك الطريق، ثم عز من السالكين من يصل إلى المقصود ويظفر بالمطلوب، ثم وهم الأعزة الذين اصطفاهم الله عز وجل لمعرفته ومحبته وسددهم بتوفيقه وعصمته، ثم أوصلهم بفضله إلى رضوانه وجنته. فنسأله جل ذكره أن يجعلكم وإيانا من أولئك الفائزين برحمته. دل شرحنا المرة السابقة. آمين يا رب. قال نعم، أي هذا استدراك واستثناء. ولما وجدنا هذه الطريقة بهذه الصفة نظرنا، فأمعنا النظر في كيفية قطعها وما يحتاج إليه العبد من الأهبة والعدة والآلة والحيلة من علم وعمل عسى أن يقطعها بحسن توفيق الله في سلامة، ولا ينقطع في عقباتها المهلكة فيهلك مع الهالكين والعياذ بالله تعالى. قال نعم، يعني بعد أن شرح الثلاث نقط وأن الطريق إلى الجنة صعب، وأنه النفس مشغولة ولا وقت يسع، وأنه يتم اصطفاء بعد اصطفاء، لأنه هناك عقبات كثيرة، إن ليس كما يقولنا إيه المؤمنون على المسلمون على خطر إلا المؤمنون، والمؤمنون على خطر إلا المخلصون، والمخلصون على خطر إلا الصادقون، والصادقون على خطر إلا من نجاه الله تعالى. فدول كلهم اصطفاء. فقال إيه اصطفاءات بعد اصطفاءات. ثم قال نعم، لما وجدنا هذه الطريق بهذه الصفة التي شرحناها نظرنا، فأمعنا النظر في كيفية قطعها وما يحتاج إليه العبد من الأهبة، الأهبة اللي هي الأسباب ماشي، والعدة أي الاستعداد والآلة التي يستخدمها، والحيلة من علم وعمل. كل دي أهبة وعدة وحيلة وآلة وحيلة، هذا من العلم والعمل، عسى أن يقطعها بحسن توفيق الله في سلامة، إن هي محض حسن توفيق الله تعالى، ولا ينقطع في عقباتها المهلكة فيهلك مع الهالكين والعياذ بالله تعالى. فصنفنا في قطع هذه الطريق وسلوكها كتبا كأحياء علوم الدين والقربة إلى الله تعالى وغير ذلك، احتوت على دقائق من العلوم اعتاصت على أفهام العامة، فقدحوا فيها وخاضوا فيما لم يحسنوه منها.
فأي كلام أفصح من كلام رب العالمين وقد قال فيه وقد قالوا فيه إنه أساطير الأولين. لا إله إلا الله. الإمام من مدد الله عليه وكشف البصر عارف إن في ناس هتنقضه رضي الله عنه وأرضاه. نقرأ ونشرح إن شاء الله. قال: فصنفنا في قطع هذه الطريق وسلوكها كتبا كأحياء علوم الدين، خلاص، وكتاب القربة إلى الله تعالى وغير ذلك. ومنه في كتاب اسمه القربة للإمام الغزالي، وكتاب اسمه معراج السالكين للإمام الغزالي، والقسطاس المستقيم، وكيمياء السعادة، ومشكاة الأنوار، ونحوها مما ذكره الزبيدي في شرح إحياء الأحياء مستوفي، شرح الإحياء مستوفي. كل دي كتب تكلمت عن الطريق معراج السالكين، كيف يعرج السالك إلى الله تعالى، القسطاس المستقيم، كيف يسير على الطريق حتى يصل إلى هدفه من الجنة والنار، كيمياء السعادة، ومشكاة الأنوار، وهكذا. وقد وغير ذلك من الكتب، يعني احتوت على دقائق من العلوم اعتاصت، أي صعب وعسر كشفها على أفهام العامة، فقدحوا فيها، أي اتهموها وطعنوا فيها، خلاص، وشنعوا عليها، وخاضوا فيما لم يحسنوه منها، ما كانوش عارفين أن كل الإمام الغزالي كل كتابه بيدور على أن الله هو المقصود الكل، وأن القواعد اللي قالها سيدنا الشيخ علي في كتاب الطريق إلى الله، الله مقصود الكل، ملتفت لا يصل، كل ما داروا على القواعد العامة للتصوف وهم ما فهموش كده، لأن الدنيا شغلتهم وملأت قلوبهم، فأصبح النفس والهوى والشيطان، ها، فكل الأشياء دي منعتهم من أن يسلكوا أصلا، يبتدوا الطريق، هم مشغلين بهذه الأشياء، وقالوا إزاي نتركها، إزاي نترك الدنيا، إزاي نترك هوى نفسي، إزاي أترك شيطاني ولا أتبعه، خلاص، وهكذا. فغلبت عليهم هذه الأشياء، فادعوا إن هذا الكلام ليس بسليم، وأنه مطعون فيه، وشنعوا عليه، ها، وخاضوا فيما لم يحسنوه منها لجهلهم، ها، فأي كلام، فالشيخ بيرد عليهم، فأي كلام أفصح من كلام رب العالمين وقد قالوا فيه إنه أساطير الأولين. فقال إيه الإمام الغزالي، يقول إيه، إن لو كان كلام رب العالمين قالوا فيه أساطير الأولين، فما بالك بقى بكلام البشر حتى ولو أحسنوا، بل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ألم تسمع إلى قول زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى ذاك ذو جهل فيفتتنا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. وطبعا قبل ذلك طبعا حديث سيدنا أبو هريرة في هذا المعنى: ألم تسمع إلى قول زين العابدين، يعني بيستدل على أن إيه، ليس كل كلام يكون فيه نقد، ها، كقال الذين قالوا أساطير الأولين والذين شنعوا على كلام الإمام الغزالي، ها، صحيح، وكتب ده في آخر حياته، عارف أن فيه تشنيعات هتحصل. ألم تسمع إلى قول زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما عنهم أجمعين، ها، أنه قال شعر يصف فيه الحال، لكن في طبعا من ذلك من السنة، وهو قول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم علمين في جرابين، وقد يعني إن هو أحد الجرابين قد نشر بين الناس، ولو نشرت الجراب الثاني لقطع هذا، ها، قطع حلقوم، خلاص، ليه؟ لأنه علمه الأداب مع الله تعالى، اللي هي الأداب الخاصة، خلاص. في حاجة اسمها ظواهر الشريعة، وفي حاجة اسمها الإيمان. ظواهر الشريعة اللي هي الإسلام، طب الإيمان تعتقدات قلبية ومنازل في القلب، خلاص، والإحسان، الرقي في منازل الاعتقادات والقلب القلبية دي إلى رب العالمين، خلاص. قال
سيدنا الإمام علي يبقى إيه حديث الجرابين ده دليل خلاص إن في شيء لا قال أبو هريرة أنا لا أبينه للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في علوم عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء علوم نشرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم اختار بها الخاصة، فعلوم يجب تبليغها لجميع الناس وهي علم الإسلام والإيمان، وعلوم اختص بها الخاصة اللي هو علم الإحسان، فليس كل واحد ربه على الإحسان. يعني تلاقي في أهل البيت وسيدنا أبو بكر تجد مخالفات لأحاديث أهل البيت، السيدة فاطمة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما ها قال لها إن أتاني أعطيك خاد، ففي هوازن قوم هناك أسرى ها إماء وعبيد، فتذكرت وراحت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده في بيته، فقالت للسيدة عائشة يعني إنه أتاه من هوازن من سبي هوازن فهو كان وعدني بخادم فذكريه بذلك، ورجعت بيتها ونامت هي وسيدنا الإمام علي. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما مش جاب الخادم لا، قال لها ألا أدلكما على أفضل من ذلك أي أفضل من خادم ها أن تسبح الله وتحمداه وتكبره، تسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 34 قبل أن تنام فذلك خير لكما من خادم. طب وبعدين لما جاء تاني طلب خادم اداله خادم، فشوف بيربي أهل البيت تربية معينة، تربية أن الذكر علاج وأنكم لا تحتاجون، أن مش أنت ده أنتم محتاجين للخادم. السيدة عائشة السيدة فاطمة عليها السلام إذا تأثرت من الطحين من الحجر بتاع الطحين وجرحت وخشنت فكانت أولى بالخادم، لكن علمها إيه الصبر والشدة وطريق العزائم، بينما الصحابة التانيين ولو من الأكابر كان بيديهم الخادم خلاص. وهكذا لما سأل بعض الصحابة التانيين خادم أعطاه ووزع دول على المسلمين اللي هم سبي إيه هوازن واضح، لكن اختص أهل البيت بتربية معينة فيها ترقية لهم خلاص. منها طبعا اختصاص السيدة فاطمة وده نص صريح في الحديث اهو، ألا أدلك على أفضل من ذلك، ألا أدلكما على أفضل من ذلك، سبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34 قبل أن تنام فذلك أفضل لكما من خادم عليه الصلاة والسلام. فإذا في نوع من التربية المعينة. قال سيدنا أبو بكر أما خرج من ماله مرتين فالرسول ما أثنى عليه وسكت، لكن الرسول في حديث ثاني في مخالفات بين جوامع الشريعة قال لا يعني لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم يتكفف الناس، مش كده؟ ها؟ لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم كاف إيه؟ عالة يتكففون الناس، عالة يتكففون الناس. يعني لكن لما أبو بكر عمل خلاف كده ما قالوش لا أنت غلطان سيب من مالك شيء لا ورثتك، ما قالوش كده ها، إنما ارتضى منه خروجه من ماله مرتين في حياته عليه رضي الله تعالى عنه. فإذا في معاملات مختلفة، فأبو بكر ده مقام الصديقين اللي يقدر يخرج من ماله مع كمال اليقين يخرج، لكن ما تجربش مع ربنا يبقى لسه ضعيف، تقول أنا هخرج عشان ربنا هيغنيني بدل منه، لا ده كان بيخرج بأنه لله ورسوله فقط غير مستحضر لمعنى أن الله يخلفه ها كمال التوكل اليقين ها، فمش مستحضر ان ربنا هيخلفه بدل المال ده كله، لا ده مستحضر اليقين على الله تعالى وكمال التوكل عليه خلاص. فالدرجات الناس في المعاملات مختلفه، فدرجات الصديقين سيدنا بابا برضو سيدنا عمر خرج من مال النصف مال، الرسول ما قالوش ليه خرجت من نصف مالك، كان يكفي ان تتصدق او تساهم في الجيش بقليل. وسيدنا برضو عثمان، فالاكابر دول اللي هم مقام الصديقين ها ليسوا كمقام عوام الناس ولا مقام السالكين ولا الواصلين، حتى الواصل لا يصل إلى مقام الصديقين إلا أن ينزله الله تعالى بجوده وكرمه ومحض هبته له ذلك المنزل. قال سيدنا الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه إني لأكتم من علمي جواهرة أي أعلى شيء فيه كي لا يرى ذاك ذو جهل فيفتتنا، حتى ان الناس ما تفتتنش، ذو جهل ما يفتتنش اللي هو السالك المبتدئ او العوام. وقد تقدم في هذا ابو حسن تقدمني في هذا وسبقني ابو حسن اللي هو ابو سيدنا علي بن ابي طالب،
إلى الحسين ووصى قبله الحسن. يبقى تقدم بهذا العلم سيدنا أبو الحسن سيدنا الإمام علي اللي هو رأس الطريق إلى الله تعالى، أبو بكر وسيدنا علي، إلى الحسين أي علم سيدنا أبو الحسن الحسين هذا العلم، خلاص. ووصى قبله الحسن، يبقى علم الحسن والحسين هذا العلم الخاص، واضح، اللي هو الطريق إلى الله. يبقى مأخوذ، وده في السلسلة بالفعل، هذا الكلام موجود في السلسلة بتاع الطريق إلى الله تعالى عند الأكابر كلهم، كل الطرق تنتهي إلى سيدنا علي زين العابدين، إلى سيدنا الحسن أو الحسين، إلى سيدنا علي بن أبي طالب، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي. وبعضهم ينزل بعد علي زين العابدين قد يأخذ إيه سيدنا الحسن البصري، ماشي. وقالوا إن الحسن البصري أخذه عن علي بن أبي طالب مباشرة أيضا ذلك العلم، خلاص، على اختلاف في سماع عنه، لكن بعضهم أثبت سماع الحسن البصري من سيدنا الإمام علي. يرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، لعدم استطاعة ووجود ألفاظ لغوية صحيحة رغم بلاغتهم للتعبير عما بداخلهم، يجي عبر فيعبر غلط، فيقع في إيه؟ يا رب جوهر علم، دي جواهر العلم، لو أبوح به أي أعبر به عما بدون، لأن أشياء لا يعبر عنه، ساعات أنت كده تحس برضا عن ربنا ما تقدرش تعبر عنه، بالشكر اللي ما تقدرش تعبر عنه بلسانك، خلاص، وده عين الشكر وعين الرضا بقى اللي ما تقدرش تعبر عنه. أما قيل كما ورد يا ربي، كما ورد عن بعض الأنبياء، أظن سيدنا داود قال يا ربي لا أدري كيف أشكرك، قال الآن شكرتني، لما عجزت عن الشكر وصلت لعين الشكر، واضح؟ يا رب جوهر علم لو أبوح به أي أتكلم به أو أصرح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، أنت بتعبد أوثان، ولاستحل رجال مسلمون دمي، رجال المسلمون هيستحلوا دمه، يرون أقبح ما يأتونه حسنا، يرون استحلال دمي وهو أقبح ما يأتون حسن، شيء حسن وإنه واجب عليه، خلاص. قال واقتضت الحال، قال الإمام الغزالي واقتضت الحال عند ذوي الدين هم أشرف خلق الله تعالى النظر إلى كافة خلق الله تعالى بعين الرحمة وترك المماراة، فابتهلت إلى من بيده الخلق والأمر أن يوفقني لتصنيف كتاب يقع عليه إجماع الإجماع ويحصل بقراءته الانتفاع، فأجابني إلى ذلك الذي يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه، وأطلعني بفضله على أسرار ذلك وألهمني فيه ترتيبا عجيبا لم أذكره في المصنفات التي تقدمت في أسرار معاملات الدين، وهو الذي أنا له واصف فأقول وبالله التوفيق. ثم التجأ إلى الله والله لا يرد من قصده ولا يخيبه. قال واقتضت الحال عند ذوي الدين هم أشرف خلق الله تعالى النظر إلى كافة خلق الله تعالى، ودي مرتبة عالية جدا، إنك أنت هتنخلع من إحساسك بأنها هناك من يملك لك نفعا وضرا، ها، أو موتا أو حياة أو نشورا، فتعتقد أن الناس كلهم موتى، كما إيه وصل بعد ذلك الإمام أبو اليزيد البسطامي بعد 40 سنة، وصل للمعنى ده وأقام نفسه، وكان أصبح ذلك مقام النظر إلى الخلق بأنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فيبقى الأصل النظر فيهم إيه؟ عين الرحمة، أنهم يرحمون، كما قال الإمام النووي وهو ينقل ذلك عن الإمام أبو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه في كتاب بستان العارفين، قال العبارة دي: عالجت نفسي 30 سنة ثم نظرت في نفسي فوجدت زنارا فأخذت في قطعه 5 سنين ثم نظرت فوجدت الخلق كلهم موتى فكبرت عليهم 4 تكبيرات. فالإمام النووي بيشرح الكلام ده، بيقول هذا من أبلغ الكلام، كلام ملغز، فقال أنه لما نظر إلى الخلق فوجد لهم موتى لا ينفعون موتا ولا لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ها،
ولا يملكون النفع ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كبرت عليهم 4 تكبيرات أي اعتبرهم موتا، فالأصل فيهم أنهم يرحمون ولا يعاتبون على شيء مما يفعلون خلاص. واقتضت الحال عند ذوي الدين هم أشراف الخلق، خلق الله تعالى اللي هو الصفوة والخلاصة، النظر صفوة الخلق وخلاصته من الايه من الخلق دون ايه الأنبياء والمرسلين طبعا ودون الصحابة كله، النظر إلى كافة خلق الله تعالى بعين الرحمة، ينظر بقى بعين الرحمة هيجادلني على ايه، انا ميت وهو ميت. ولذلك سيدنا الإمام علي كان بالفعل هو ده يقول لما قاموا يبايعوه قال ايه واحد عايزين يشهدوه على بيع، فقال بيع باع ميت إلى ميت، قالوا طحنا أحياه، قال ما أصلك الموت أنت ونهايتك الموت ها، وما تكلم عن أعلى لذة موجودة في الكون، قال هي بول في بول، الرجل لما جمع امرأته قال هي بول في بول، ناكل لها قدرات وأبواب إلى إيه، النظر إلى خلق إلى كافة خلق الله تعالى بعين الرحمة وترك المماراة، ما ينظر لهم بعين الرحمة فهو من الأموات فيترك أنه يجادلهم ويماريهم ها، وده المقام الأعلى، وقلنا ده مقام يزيدي، وده اللي وصل به أبو يزيد البسطامي بأنه بيعامل الناس كلها بإيه بعين الرحمة وينظر إليهم بعين الرحمة. فابتهلت إلى من بيده الخلق والأمر، ابتدى إيه يراقب الله ويرجع الأمر إلى الله، أن يوفقني لتصنيف كتاب يقع عليه الإجماع، يقع عليه الإجماع ويحصل بقراءته الانتفاع، فأجابني إلى ذلك الذي يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى، وأطلعني بفضله على أسرار ذلك وألهمني فيه ترتيبا عجيبا، أطلعه على إيه؟ إن النافع هو الأمر ده والذي يقبل منك هو الأمر ده، وألهمني فيه ترتيبا عجيبا لم أذكره في المصنفات التي تقدمت في أسرار معاملات الدين والعبادات أيضا مثل الإحياء، وهو الذي أنا له واصف فأقول وبالله التوفيق، وهذا الذي أطلعني الله تعالى عليه سأصفه إليكم ها، وهو الذي أنا له واصف سأصفه إليكم فأقول وبالله التوفيق سبحانه وتعالى، فسأل التوفيق وطلب التوفيق وهو موفق أيضا. إن أول ما ينبه العبد للعبادة ويتجرد لسلوك طريقها بخطرة سماوية من الله وتوفيق خاص إلهي، وهو المعني بقوله سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وشار إليه صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه فقال إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح، فقيل يا رسول الله هل لذلك من علامة يعرفها يعرف بها؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت. طيب وده الحديث الأول قبل ما نشرحه ونتكلم عن متعلقاته نقرأ العبارة ونشرح. يبقى أول حاجة في وصف الطريق إن أول ما ينبه العبد للعبادة ويتجرد لسلوك طريقها بخطرة سماوية، يعني الخطرة السماوية هي السبب هي الفاعل خلاص، يبقى الخطرة السماوية هي أول من ينبه العبد للعبادة، يبقى إن أول من ينبه العبد للعبادة ويتجرد لسلوك طريقها بخطرة سماوية من الله وتوفيق خاص إلهي، إنه يخرجه من الغفلة إلى اليقظة. تلاقي كل اللي تكلم عن الطريق تكلم عن أول غفلة وأول أبواب الطريق اليقظة الالتفات إلى الله تعالى. اليقظة هنا خطر فزع ولا خطر يقظة؟ لا دي خطرة دي لا إرادية ربانية وهبة ربانية تلفته إلى الله، يترتب عليها اليقظة، لكن هي ربانية منحة ربانية نفحة ربانية، لا ليس إنسان ما حصلها خلاص، هو بيتكلم عن عدم تحصيلها أنها إيه ربانية محضة خلاص، ليس الإنسان أن يحصلها.
خطرة سماوية من الله تعالى وتوفيق خاص إلهي. ممكن يكون مسلم لكن غافل، ماشي، يكون ربنا اختاره من نقله من الكفر إلى الإيمان وأصبح مسلم لكن غافل، أهي دي جعلته على الأقل عصمة من الخلود في النار. لكن وبعد ينظر للدرجات والترقي، خلاص ممكن مسلم ما بيصليش طول حياته ولا ذكر الله لكن مسلم وميت مسلم، ويدخل الجنة سواء ربنا عفى عنه أو عاقبه وفي الآخر يدخل الجنة كما كنا نشرح في التوحيد، ماشي. وهو المعني بقوله سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره، خلاص ما قالش إنه شرح صدر نفسه للإسلام، أفمن شرح الله، أهي المنحة الربانية والنفحة الصمدانية، صدره للإسلام فهو على نور من ربه، لما شرح صدره استنار قلبه فهو على نور من ربه ماشي في طريق الله. وأشار إليه صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه فقال إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح، أصبح عنده تعلق بالله، هدوء، طمأنينة، رضا، ها؟ لما يدخل النور القلب. وده قلنا إن طريق اليقظة، لو واحد بيشي في طريق اليقظة بس كده يصل إلى الحضرة، وصل إلى أعلى مقام من مقام الصديقين، كل حاجة من الصفات الحميدة توصل إلى مقام الصديقين في الآخر، ماشي؟ إلا أن ما منا إلا له شيء معلوم، يعني خلاص إذن كل واحد له مقام معلوم مش يتعداه، اللي هو القسم الإلهي المحض، خلاص. قال إن القلب إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح. فقيل يا رسول الله هل لذلك من علامة يعرف بها إن النور دخل القلب؟ اللي هو أول حاجة اليقظة، واليقظة بتجعلك إيه؟ فقال التجافي عن دار الغرور. عرفت بقى إن الدار دي دار غرور، وإنها بتغرك وبتبعدك عن الله تعالى وتشغلك ليل نهار. والإنابة إلى دار الخلود، أي اللجوء والتطلع والطلب لدار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت، إنه يستعد الموت قبل نزول الموت. قال الشارح أورده صاحب قوت القلوب هكذا، فذكر سببه الزهد، فذكر سببه الزهد في الدنيا والإقبال على خدمة المولى، فحسن التواضع والإصابة في العلم، مواهب من الله تعالى. إن إيه؟ ما بيقولش إن الإنسان بيحصل أشياء دي، ده النور الذي ألقاه الله باستدلال الآية أفمن شرح الله صدره للإسلام، إذا ده نور إلقاء من الله تعالى، إذا دخل القلب منين؟ من ربنا هو الألقاء، انفتح وانشرح. فقال يا رسول الله فقيل يا رسول الله من ذلك العلامة يعرف بها؟ قال التجافي، قال العلامات اللي بتدل على إيه؟ انك ابتديت تسلك، انك انت حصل عندك اليقظه، انك انت ماشي مظبوط. طيب والاقبال، طيب اورد صاحب القوت هكذا قوت القلوب، فذكر سببه العلامه بتاعته الزهد في الدنيا والاقبال على خدمه المولى عز وجل بحسن العباده بتحسين العباده، فينتج عن ذلك فحسن التواضع والاصابه في العلم، مواهب من الله تعالى، فكل هذه مواهب من الله تعالى. وهذه أثرة أي استئثار يخص بها من يشاء سبحانه وتعالى. وقال العراقي رواه الحاكم في المستدرك من رواية عدي بن الفضل عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يريد الله به خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل الصدور انفسح، إذا دخل الصدر انفسح. فقيل يا رسول الله هل لذلك من علم من عالم يعرف أو علم علامة يعني؟ قال نعم فذكره. قال وقد سكت عليه الحاكم وهو ضعيف، ورواه البيهقي في الزهد من رواية عمرو، هو ابتدي يشتغل إيه زي الشيخ الزبيدي، لحن نكتفي من إيه الحديث إيه وارد وخلص ومعناه صحيح. قال فإذا خطر بقلب العبد أول كل شيء
أني منعما أن أجدني منعما بضروب من النعم من النعم علي كالحياة والقدرة أني ولا أن ها أن عندك في النسخ الثانية ولا أني أني ماشي. فإذا خطر بقلب العبد أول كل شيء أني أجدني منعما بضروب من النعم من النعم علي كالحياة والقدرة والعقل والنطق وسائر المعاني الشريفة واللذات من مع ما ينصرف عني من ضروب المضار والآفات، وإن لهذه النعم منعما يطالبني بشكره وخدمته، فإن غفلت عن ذلك فيزيل عني نعمته ويذيقني بأسه ونقمته. وقد بعث إلي رسولا، طب حتى حتى يبقى أقسم الحلقة اثنين وخلاص. فإذا خطر بقلب العبد أول كل شيء، فأول الأمر نائم غير مستيقظ في غفلة، فيخطر عنده الخاطر ده، وده خاطر رباني، وإزاي سمى إيه؟ خطر أي ألقي في قلب العبد. من الملقي؟ هو المولى عز وجل. ها؟ أول كل شيء إني أجدني منعما، هيقول أنا منعم. أول حاجة هو يبقى يفتكر في النعمة، وضع يتفكر في النعمة أولا. إني أجدني أجد نفسي منعما بضروب من النعم من النعم علي، في أنا منعم بنعم كتير كالحياة والقدرة والعقل والنطق وسائر المعاني الشريفة كلها بقى خلاص، وأيضا اللذات كلها واللذات ها من المطعم والمشرب والتلذذ بكل شيء حلال خلاص، مع ما ينصرف عني، وده كله في نعمة تانية، وهي ما ينصرف عني من هي الأشياء التي من ضروب المضار والآفات. فأنا منعم بنعم وأتلذذ بلذائذ، وينصرف عني ضروب إيه؟ المضار والآفات. وإن لهذه النعم سواء كانت دفع ضر أو جلب نفع أو لذة منعما يطالبني بشكره كده، بما أني عرفت أن في نعم يبقى في منعم، والمنعم يجب شكره على النعم دي، يطالبني بشكره وخدمته. ولذلك قالوا يجب شكر المنعم المنعم شرعا لا عقلا خلاص، ده من الأشياء الواجبة الشرعية لا العقلية. العقل يجيز، إن لو لأنه إيه بيقول لك العقل ده مسألة التحسين والتقبيح العقلي، إن الواحد لو أسدى إليك النعمة أو خدمة هتشكره عليه خلاص، فالعقل يجيز لكن لا يوجب. لكن الشرع لما جاء أوجب شكر المنعم، وجوب شكر المنعم ماشي. وإن لهذه النعم منعما يطالبني بشكره وخدمته، فإن غفلت عن ذلك فيزيل عني نعمته ويذيقني بأسه ونقمته. وقد بعث إلي رسولا، فإن غفلت عن ذلك فيزيل عني نعمته. وكلام الإمام طبعا لا يعترض عليه، لكن الإمام عشان تسلك فيعكس الأمور. لكن في أنواع أخرى من الناس انه لو تذكر ذلك لم يؤدي به الى ان هو يغفل عن النعمه رغم تذكره، فتاتيه الرسائل من الله تعالى متتاليه ليرجع، فيكون مع احساسه بالنعمه وعدم ارجاع النعمه الى الله، او احساسه بالنعمه وارجاع النعمه الى الله لكن عدم شكره عليها بقيامه بحق الطاعه والخدمه، ها يبتلى بمصائب كثيرة ليرجع. فدي رسائل من الله تعالى، المصائب دي رسائل من الله تعالى لتتوب وترجع وترتقي، واضح؟ فإذا كنت تتوب وترجع، فإن غفلت عن ذلك فيزيل عني نعمته. لكن قد الإنسان يتمادى مع الغفلة، وربنا يبتلي بالخير والشر، نبلوكم بالشر والخير فتنة، فيبتلي ساعات بالشر وساعات بالخير عشان يرجع خلاص. فتنة أي اختبار حتى ترجع إلى الله. فإذا أنت مرجعتش أغلق عليك بقى الأمر، ها
وقد يبتليك بالنعمة فقط ها نمدهم في طغيانهم يعمهون، ليصير إلى العمى، العمى بعد العمى أي نهاية العمى والعياذ بالله تعالى. فإن غفلت عن ذلك فيزيل عني نعمته، دي نعمة من الله أن يزيل عنك النعمة في حال الغفلة. فلما تبتلى تعرف أن ربنا عايز، بل بالعكس ولو كنت أنت في حال جيدة مع الله تعالى لكن تبتلى، عايزك تتقرب إليه وتدعوه وتصل إلى إيه؟ أصل العبادة. أصل العبادة إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأصل العبادة إيه؟ ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي اللي هو الدعاء سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة، إن عايزك تدعوه كما سيأتي في أحاديث أو معنى حديث إن إيه؟ إن عبد يدعو الله تعالى ها فالملائكة تقول يا فلان عبدك فلان يدعو، يا الله إن عبدك فلان يدعوك، قال دعوه ولا تجيبوه فإنه أريد أن أسمع صوته ودعاءه لأنه بيحب، والتاني يبغضه الله تعالى فقل أجيبوه فإني لا أريد أن أسمع صوته ودعاءه. واضح؟ إذن ربنا ساعات بيبتليك وأنت على حال كويسة عشان ترتخي في الدعاء والقرب من الله تعالى. الدعاء هو العبادة. فإن غفلت عن ذلك فيزيل عني نعمته ويذيقني بأسه ونقمته والعياذ بالله تعالى، كما قالوا ما ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. خلاص. وقد بعث إلي سبحانه وتعالى رسولا أيده بالمعجزات الخارقة للعادات الخارجة عن مقدور البشر. الله الله. وأخبرني بأن لي ربا جل ذكره قادرا عليما حيا مريدا متكلما يأمر وينهى، قادرا على أن يعاقب إن عصيته ويثيب إن أطعته. عندك في رواية تانية يثيب ولا يثيب؟ الاثنين صح، باعتبار أن أثر أن انتهى أن يعاقب فأن نصبه. طيب إن عصيته ويثيب إن أطعته، أن يثيب إن أطعته عالما بأسراري وما يختلج في أفكاري، وقد وعد وأوعد وأمر بالتزام قوانين الشرع، فيقع في قلبه أنه ممكن إذ لا استحالة لذلك في العقل بأول البديهة. نأخذ العبادة على بعضها. فيخاف على نفسه عند ذلك ويفزع أي إلى الطاعة، فهذا خاطر الفزع الذي ينبه العبد ويلزمه الحجة. لكن مش شرط أن يكون على الفزع ها؟ مش شرط أن الخطر الرباني ده يكون على الفزع فقط، لا، ممكن يكون بأول ما فاق عن نعمة فحمد خلاص، يبقى استيقاظه على النعم بالحمد. الذي استحالة في ذلك في العقل بأول البديهة، فيخاف على نفسه عند ذلك ويفزع، فهذا خاطر الفزع الذي ينبه العبد ويلزمه الحجة ويقطع عنه المعذرة ويزعجه إلى النظر والاستدلال، فيتهاج العبد عند ذلك، فيهتاج العبد عند ذلك أن ينبعث ويقلق وينظر في طريق الخلاص وحصول الأمان له مما وقع بقلبه أو سمع بأذنه. الله. خلينا فيهتاج نقف هنا نشرح حتى الأغنية بسرعة. قال وقد بعث إلي رسولا أيده بالمعجزات الخارقة للعادات. قلنا المعجزة تعرفها إيه؟ شوف الشيخ ملم بأصول الدين وأصول الفقه وأصول المنطق، فبيتكلم في كل علم بكل عبارة بما هو من أصل العلم. تكلم عن المعجزة كإيه؟ علم أصول الدين. أيده بالمعجزات الخارقة للعادات، لو كتب كده ده الدقة دي المتناهية، لأن المعجزة غير خارقة للعقل، خارقة للعادة بس. النار تحرق عادة خلاص، ليست تحرق عقلا، عادة خلاص. أيده بالمعجزات الخارقة للعادات الخارجة عن مقدور البشر، وده معنى المعجزة، أمر خارق للعادة يظهر الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. وأخبرني
بأن لي ربا جل ذكره قادرا عليما. الأول ده ماشي على كتاب أعلام النبوة للإمام الماوردي، كتاب أعلام النبوة بيتكلم عن كيفية وصول العقل للاستدلال على نبوة النبي وبعد كده اتباعه. ها، فيقول الخارق للعادة ده هو إيه؟ أن يكون خارج عن مقدور البشر ومقترن بدعوى النبوة كما عرفوا إيه المعجزة، وبعد ذلك تسلم له. إذا هو خرق عقلك بخارق العادة ده يبقى هذا من عند الله ولا يستطيعه إلا الإيه؟ إلا الله. خلاص. كما وضح في التفاسير فألقي السحرة ساجدين، أن السحرة لما ألقوا عصيهم وحبالهم كانوا خيالوا للناس أنها تسعى، لكن هي ما شايفينها أنها حبال وعصي. السحرة شايفين الحاجة دي حبال وصحي وعصي. في الآية الثانية سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. خلاص، يبقى إذا كان مجرد نوع من التنويم المغناطيسي أو حتى نوع السحر، إن نوع السحر لا يغير الذوات، فهم شايفين ذات العصي والحبال إنها ذاتها عصي وحبال. فلما ألقى موسى عصاه عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام، رأوا المعجزة الحقيقية التي لا يستطيعها البشر، وتغيير الحالة النباتية إلى حالة حيوانية. لكن ده ما حصلوا، ما قدروش يعملوا كده، هم سحروا أعين الناس بس أو استرهبوا الناس أو خوفوا الناس، فعندهم هم رأيين أن العصي بتاعهم دي عصي، مش شايفين أنها حياة، لكن الناس شايفين أنها حياة. فلما ألقى موسى عصاه عليه الصلاة والسلام تحولت من صفة النباتية والجمادية إلى صفة الحيوانية، فعلموا أن ذلك لا يقدر عليه إلا الله المعجزة. خلاص، فخروا ساجدين. خلاص. نعم، من الذات أو من هيئة إلى هيئة، باعتبار الذات تغيرت، باعتبار أن الذوات تغيرت من صفة النباتية أو الجمادية إلى الحيوانية، كالجزع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالجزع تغير من نبات إلى حيوان، والحيوان صرخ، سمعنا له أنينا كأنين العشار، أو صرخ الجزع كما في روايات. خلاص. وأخبرني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه هنا برضو يشير وقد بعث إلي، يعني من باب تفكر أهل التصوف والسلوك، اعلم أن الله قد بعث إليك أنت لوحدك نبيه صلى الله عليه وسلم. خلاص. وأيده بالمعجزات من أجلك أنت، وأخبرني، أي نبي أخبرك أنت لوحدك. خلاص، كأنه يتكلم إيه؟ لأن رسول مرسل لكل واحد على حد. خلاص، ومرسل لجميع البشر، بمعنى إيه؟ على الأفراد، الرسالة موزعة على الأفراد. وأخبرني، أي أيضاً ما أشي أخبارنا، يبقى بيتكلم على إيه؟ إن الرسول مرسل إليك، فأنت هتتأيه، وده يؤيد معنى آخر، ها؟ اللي هو معنى الوحدة بالنسبة للمخلوقات في الخلق والبعث والنشور والحساب. وكل وإن منكم إلا آتي الرحمن فردا لوحده. خلاص، فأنت بعت لك الرسول لوحدك وهتحاسب لوحدك. خلاص. وأخبرني بأن لي ربا جل ذكره قادرا عليما حيا مريدا متكلما، إلا صفات السبع. خلاص، صفات المعاني السبع، يشير بالذكر هنا لهذا الصفات السبعة بتاعت المعاني، مدرسة الإمام أبو الحسن الأشعري. فالإمام الإمام حجة الإسلام كان أشعري، واضح. ويأمر وينهى، قادرا على أن يعاقب إن عصيته، ويثيب إن أطعته، عالما بأسراري وما يختلج في أفكاري. إن بقى علم الله تعالى يعلم السر وأخفى، واضح. مدد يا رب بالاحتجاج على الأقوال الإمام الغزالي، عشان ما حدش يعترض عليه ولا كلمة منه. خلاص، عالما بأسراري وما يختلج في أفكاري، وقد وعد وأوعد، وعد أهل الطاعة بالجنة وأوعد أهل المعصية بالنار. خلاص، فوعد وأوعد، فالوعد في الخير والإيعاد في الشر، وأمر بالتزام قوانين الشرع، فيقع في قلبه
انه ممكن ان الكلام ده ممكن، ده بالنسبه بيتكلم ايه لعصر النبي مقطوع بيه، لكن لما بلغه كده فاحنا داخلين في الممكن العقلي مش الواجب الشرعي. خلاص، ان امكان العقوبه والطاعه والاطلاع الله تعالى على السر هذا كله ممكن، اذ لا استحاله في ذلك في العقل. اذا انت بيستدل بالدليل العقلي على ان كل ده جائز عقلا، ارسال الرسل، خرق العادات بالمعجزه للرسول، امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع وانه مبلغ عن الله تعالى وكده، ها، وان يترتب على ذلك الامر بالوعد والوعيد، ها، فكل ده ممكن عقلا باول البديهه. فيخاف على نفسه، اصل الانسان ساعات قد يصل الى عباده عقله، فقال لك طيب ماشي انا همشي مع عقلك، الاشياء دي ممكنه، ماشي ممكن، وبالتالي اما نقولها بقى للوجوب الشرعي هيصدق على طول. فهذا من الممكن العقلي الذي ينتقل الى الوجوب الشرعي بالايمان بالاشياء دي اللي هو عين الايمان. لان قلنا لو قلنا ده ممكن ارسال الرسل او عدم ارسالها نقول ده ايه عقلا ممكن، لكن ده واجب شرع. فاذا انكرت ارسال الرسل اللي هو الممكن العقلي الواجب الشرعي ده تبقى ايه، انكرت ارسال الرسل يبقى خلاص جحدت دين الله والاديان كلها. فيخاف على نفسه عند ذلك، العقل هيقول له خاف بقى ده الحكايه دي جد. ويفزع، فاي يحتصل عنده الرج الاهتزاز، ها، الفزع الذي يخرجه عن عاداته ومألوفاته. خلاص احنا قلنا ايه الاراده اللي هي المريد في الطريق، ها، ترك العادة، أن يترك عاداته ومألوفاته إلى عادات الشرع ويرجع إلى عادات الشرع. فده معنى الإرادة، أي السلوك إلى الله تعالى ترك العادة. ويفزع في هذا الخاطر، فهذا خاطر الفزع الذي ينبه العبد ويلزمه الحجة، ويقطع عنه المعذرة ويزعجه إلى النظر والاستدلال. نجيب بقى ان هذا الخاطر اللي هو خاطر الفزع الذي ينبه العبد ويلزمه حجه. احكي لكم قصه حقيقيه. كان رجل من العسكر يعذب الناس، وكان كافرا ملحدا، خلاص، حتى يقول للبعض ائتني بربك اجعله في الزنزانه التي بجوارك، هيحبس ربنا في الزنزانه، مش مؤمن خالص. فالرجل ده تطاول وبغى، وايه كان يعذب الناس عذاب شديد. فلما بعض من كان يعذبه خرج من السجن، عمل جريمة، شاف بيت الرجل ده فين وراقب ابنه، وأخذ ابن الرجل ده وقطعه قطع ووضعه في شوال، ووضع الشوال أمام منزل الرجل ده. شوف الصدمة بقى، هي دي الصدمة اللي جعلته يرجع إلى الله ويتوب. عم صدم صدمة بأن وجد ابنه مقطع في شوال، فاتصدم، حصل إيه بقى؟ خاطر الفزع الذي نبه العبد، فتاب إلى الله ورجع تاني مؤمن بعد أن كان ملحد كافر. خلاص، لعله كان من أول نشأته ملحد كافر، لكن ده سبب توبته الفزع. فكثير جدا من الناس لا يتوب إلا عند الصدم الشديد، نبلوكم بالشر والخير فتنة، خلاص، عند المصيبة، عند البلاء، ها، تجد الوجاج تتلاءى المصائب والبلاءات على مثل على أهل المعصية. ليه؟ عشان ربنا مش ليس هذا لرد ليرجعوا الى الله، ها. وعند ذلك يقطع عنه المعذره لما يحصل عنده الفزع ده الذي ينبه العبد. الغالب في البشر لا يتنبه الا بالمصائب، ولكن اصحاب الرقه والقلوب الرقيقه ممكن ما يبقاش في مصائب، ها، ان هو بيرجع الى الله بدون مصائب. خلاص، لما يحصل عنده الخوف والفزع والى كده يرجع الى الله، فيكتفي بالادله العقليه بس اللي ساقها الامام، اللي هي ايه اللي هو العقل يفكر في كده فينساق ويؤمن ويبقى ايمانه راسخ ومن كل حاجه. طيب، فيخاف على نفسه عند ذلك ويفزع، فهذا خطر الفزع الذي ينبه العبد ويلزمه الحجه، اي البرهان والدليل في عقله، الدليل العقلي، واضح؟ الحجه هنا قصر بها البرهان والدليل العقلي، خلاص، الدليل العقلي. ويقطع عنه المعذره عند ذلك، يقول بقى ايه، هينتقل للمعنى الشرعي. ما هو كل ما جاء كان جائزا عقلا ممكن ان يكون واجب شرعا. طب ده الشرع امرني وارسل بالفعل الرسول على سبيل الحقيقه والواقع كما نقل، يبقى خلاص، يبقى ايه، انتقل الى الوجوب الشرعي. فيصبح ايه، ينبه العبد ويلزمه الحجه اي العقليه بوجوب اتباع الرسل، ها، هو ما سبق،
ويقطع عنه المعذرة، أي ما يكونش له عذر في أنه يتخلف عن ذلك، ويجعده إلى النظر والاستدلال. إزاي أنا أنجو؟ ها؟ إزاي أنجو؟ يزعجه إلى النظر والاستدلال كيف ينجو؟ فيهتاج العبد عند ذلك ويقلق وينظر في طريق الخلاص وحصول الأمان له مما وقع بقلبه أو سمع بأذنه، فلم يجد فيه سبيلا سوى النظر بعقله في الدلائل والاستدلال بالصنعة على الصانع، الله، ليحصل له علم اليقين بما هو مغيب ويعلم أن له ربا كلفه وأمره ونهاه. هل حكاية إرسال الرسل دي ممكن عقل؟ وإن الرسول هيأتي بتشريعات ممكن عقله؟ وإن التشريع ده من أطاعه؟ ها؟ يبقى الرسول أتي أولا مسألة الإيه ده، من أجمل الكتب تكلمت عن هذا كتاب إعلام النبوة للإمام المواردي، ها، تكلم عن بداية إيه، إن الإنسان خالق ولا مخلوق ولا شيء ثالث، قال لك لا، القسمة ثنائية، لأن مش ممكن يكون خالق أو ما فيش غير خالق أو مخلوق. وبعدين ينظر إن الأشياء بتتغير، يبقى الأشياء كلها مخلوقة، طب تحتاج إلى خالق، إلى خالق وتستمد منها وجودها وتستمد منها استمرارها وقيومية الله تعالى في استمرارها، خلاص، ومدده سبحانه وتعالى، خلاص، فتستمر في ذلك. وبعدين يبتدي يرتقي بيه لغاية لما يصل إلى إيه، يبقى في إله، وبعد كده إرسال الرسل وهكذا إلى أن يصل إيه، ده الدليل العقلي. وبعدين يقول لك هذا العقل، دليل عقلي موافق للشرع، والشرع أوجبه عليك، يبقى ما فيش مانع أن ده يحدث عقلا، أن يكون ذلك موجود عقلا، وبالتالي وجب شرعا بإرسال الرسل، وقال لك الرسول وبلغك، سواء بالنقل المتواتر أو بوجود في حضرته صلى الله عليه وسلم كالصحابة أو بالنقل المتواتر. ده كانت تكون كتب العلماء كلها بالمسائل الفرعية متواترة الآن، لأن رويت من طرق كل حاجة متواترة دي، ماشي، رويت من طرق تزيد عن 10 كل حاجة، خلاص. فيهتاج العبد عند ذلك ويقلق وينظر في طريق الخلاص وحصول الأمان له مما وقع بقلبه، أي ناتجا عن فكره، خلاص، أو سمع بأذنه، فلم يجد فيه سبيلا سوى النظر بعقله في الدلائل، يبتدي ينظر للدلائل والاستدلال بالصنعة عن الصانع، هيبتدي من أصل التوحيد بقى، ها، ينظر إلى الدلائل، يبقى ننظر إيه، هيدخل في إيه، برضو الشيخ بيشير لعلم التوحيد هنا، هينظر إلى إيه، كل العالم متغير، وكل متغير حادث، يبقى العالم حادث، طيب، وكل حادث لابد له من محدث، فالعالم لابد له من محدث، ها، فينتج ان العالم كله لابد له من محدث اللي هو الخالق، ها، فينظر سوى، فلم يجد فيه سبيلا سوى النظر بعقله في الدلائل والاستدلال بالصنعة على الصانع اللي انا قلت ده، ليحصل له علم اليقين بما هو مغيب، ها، فالله سبحانه وتعالى غيب الغيب، ها، واظهر من ان يظهر سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب، خلاص، ليحصل له علم عين اليقين بما هو مغيب، أي الغائب عنده، ويعلم أن له ربا كلفه وأمره ونهاه. فهذه أول عقبة استقبلته في طريق العبادة، خلاص، وهي عقبة العلم والمعرفة، ليكون من الأمر على بصيرة فيأخذ في قطعها، اللي المعرفة الأول، فيأخذ في قطعها من غير بد بحسن النظر في الدلائل ووفور التأمل والتعلم والسؤال عن من علماء الآخرة أدلاء الطريق سرج الأمة وقادة الآئمة والاستفادة منهم واستهداء الدعاء الصالح منهم للتوفيق والإعانة إلى أن يقطعها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فيحصل له علم اليقين بالغيب، وهو أن له إلها واحدا لا شريك له، وهو الذي خلقه وأنعم عليه بكل هذه النعم، وأنه كلفه شكره وأمره بخدمته وطاعته بظاهره وباطنه، وحذره الكفر وضروب المعاصي، وحكم له بالثواب الخالد إن أطاعه وبالعقاب الخالد إن عصاه وتولى عنه. فعند ذلك تبعثه هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشمير للخدمة والإقبال
على العبادة لهذا السيد المنعم الذي طلبه فوجده وعرفه بعدما جهله، لا ولكنه لا يدري كيف يعبده وماذا يلزمه في خدمته بظاهره وبطنه. فبعد هول هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى جاهد حتى يتعلم ما يلزمه من الفرائض الشرعية ظاهرا وباطنا، فتعلم علم التوحيد أولا، ثم علم المعاملات اللي هو الإيمان، ثم الإسلام، ثم الإحسان. آخر حاجة عبارة واحدة ذكرتها هنا، هنقف عند كلمة فيهتاج العبد. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. في أي أسئلة؟ هي دقيقة واحدة ونخلص إن شاء الله، أبقى عايز أكسب. هي الساعة 8 إلى 5. ها؟ حالة العبد الذي يزيد بعدا عن الله هذه. ايوه هي دي الران، انه تاتي الرسائل فيرفضها، تاتي الرسائل فيرفضها، تاتي الرسائل فيرفضها، فيحصل عنده الران فلا يحس بالرسائل وافترض ان ضرور في طغيانهم يعمهون. لكن دي الحاله ما بتكلمش على الايمان، فبتكلم على الايه اللي هو خايف من ربنا، اللي هو حصل عنده الاحساس واليقين بوجود اله، والاله ده هيرسل الرسل، والاله ده يحاسبه بناء على ما ارسله اليه من الرسل، عند ذلك يخاف. لكن التاني ده ولا هم، سواء كان كافر او عاصي غلبت عليه المعصيه واغلقت قلبه فاصبح الران. بس قبل الران ده في مراحل كتير، والران مع وجود الران يستمر الرسائل من الله تعالى مهما كان درجه الران ده، لانه في اي لحظه ممكن يتوب زي العسكري اللي قتل، زي الايه الشخص الذي كان يعذب الناس ده، ما تبشي غير لما ايه فزعه شديده لطف من الله تعالى عشان ينجيه ويدخله الجنه. ابنه يدخل الجنه برضه اي حاجه، لكن قصدي ايه ان الفزعه الشديده دي هي اللي هزته وجعلته يتوب الى الله تعالى. حسب ما ربنا لطيف بعباده، فيرسل اليك حاجه ويرسل اليك تانيه حاجه. وقلنا ان الناس كلهم رسل، بعض كل الناس رساله اليك، كل ما يتم في الكون رساله اليك ورساله الي بالنسبه لي، يعني انا رساله ليك وانت رساله ليا. كل لحظه في الكون وكل ما يكون في الكون هو رسائل البشر بعضها لبعض من الله تعالى، ليرجعوا ويتوبوا ويتذكروا ويرتقوا وما الى ذلك. لا يعني جاء واحد وانت ماشي الطريق رحت انت هو اللي خبطك وراح شتمك رسالة، هل انت هتغضب وتثور وتقل ادبك عليه اكتر من قلة ادبه هو عليك، ولا هتكذب نفسك وانت مؤمن وبتعامل ربنا تقول يا رب انا كذبت غيري نفسي ليك حتى تلبسني تخيرني من حور العين يوم القيامة؟ جعلنا بعضكم بعض الفتنة بالظبط. ها ايه تاني؟ بس انا ناقص دقيقة عشان بره قول ما هو بيتكلم لك ان الخاص ده هيبقى عام، والمفروض يكون في قلب كل مسلم سالك الى الله تعالى على سلوك صحيح. هو قال لك طيب الناس بتقول لك ده علم خاص، طب انا اخليه عام بقى بالكتاب ده كده، قال لك هيبقى العلم ده متوجه لكل واحد حتى ولو كافر، لانه ابتدت في نظريه ايه اعلام النبوه، ازاي تستدل على ان ده نبي، ها وانه ارسل اليه، وبعدين الادله، وبعدين التواتر وما الى ذلك. هو يقصد ان بقى كل الناس العقلاء. ها قول سؤالك. في مساله الخطوه السماويه، هي الخطوه السماويه دي بتاتي مره واحده في الطريق ولا ممكن لا للبعيد بتاتي له خطرات، بقول لك رسائل لا نهايه لها لغايه لما يموت، فيموت مصر بقى ده الران، مات مصر على الران، لكن ممكن مع الران تاتي الرسائل ايضا مهما كان خلاص، وبتاتي لكل البشر حتى الكافر، حتى الكافر تاتي الرسائل دي ان هو يرجع الى وجود الاله ويرجع يفكر في الاله. لكن لو مات بدون ان تصل الدعوه بطريقه سليمه لافته للنظر غير مشوشه خلاص، يبقى يموت من اهل الفقر داخل الجنه. الراجل بيشرب خمره، فبيقول له الراجل عايز خمره، كان على البار بيقول له عايز خمره، فبدل بنسي قال له عايز لبن، قال له لبن ايه؟ لبن لبن ده عند امك، فقال له في حاجه محتاج حاجات كتير. جزاكم الله خير واحسن الله لكم.
وإليكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، عبدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب إليك. والحمد لله رب العالمين على ما أنعم وأبلى وابتلى ووفق وأعان وحفظ، ونسأل الله المدد وألا يحرمنا من ولا يقطع عنا مدده، ها، ولا يقطع عنا رفده سبحانه وتعالى، ويقيمنا في مقام الصديقين حتى يقربنا منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. تفضلوا.